اسمي يوسف عفيفي، بلعب نادي الاهلي مواليد 2005 من محافظه القاهره، بلعب في مركز صانع العاب. بدايه الكره كان عندي 4 سنين في اكاديميه النادي الاهلي، كان ساعتها مسكنا كابتن محمد حافظ وعبد السلام الزقازيقي، وساعتها كان كابتن عبد النبي عاشور بيختار المميزين عشان يساعدهم لقطاع الناشئين النادي الاهلي. بعد كده لعبت في قطاع الناشئين الاهلي، كابتن عبد النبي عاشور اختارني ولعبت مع كابتن حسام عكاشه، كان ساعتها بنلعب خماسي، كنت بلعب مركز باك يمين، وكان ساعتها اول دوري ليا. الحمد لله كنت ساعتها هداف الاهلي، وكانت صراحه الدوري ساعتها كان دوري جميل جدا، والمباريات كانت ممتعه جدا. مرت مع كابتن حسام عكاشه وكان امين عرابي وكابتن احمد سمير، طبعا كان ليه فضل كبير عليا، وكابتن جمال السيد. طبعا كابتن احمد سمير لعبني في مراكز كتير وطلع فيها مواهب ما كنتش اعرفها، يعني طلع فيها حاجات كتير. لعبت في مراكز كتيره، لعبت في مركز باك يمين وهاف يمين ومهاجم وصانع العاب. طبعا تكون كابتن فريق النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا، لازم ادافع عن فانيلا الحمراء، ولازم اكون قائد جوه الملعب واواجه زمايلي، ودايما لازم اكون قوي جوه الملعب لان دايما انا بمثل الفريق. قميص النادي الاهلي ده حاجه كبيره بالنسبه لي، لازم اضحي عشانه، لان هو طبعا ده اعظم نادي في الكون واحسن فريق في افريقيا. يعني في البدايه دايما بروح المدرسه، بطلع من المدرسه من الحصص عشان اروح التمرين، دايما بكون مركز في التمرين، دايما وانا جوه التمرين بيبقى جد مفيش هزار، عشان دايما ربنا يوفقني في الماتشات. لما بطلع من المدرسه واروح التمرين بيبقى طبعا تعب بالنسبه لي، وغير كده بيبقى مفيش وقت في الدراسه والتمرين، في يعني اتنين وقتهم كتير بالنسبه لي، فوقت الراحه بيبقى قليل. صلاح مجتهد، نفسي ابقى نفس اجتهاده وطموحاته، ونفسي اقدم احسن من اللي هو عمله. وميسي طبعا لعيب يعني مفيش احرف منه، قدم طبعا بطولات كتير مع برشلونه، نفسي احقق بطولات كتيره طبعا مع النادي الاهلي. اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يكون مجتهد، ولازم يكون مركز في تمرينه ويقرب من ربنا طبعا، ولازم ما يركزش في حاجات جوه التمرين، يعني ما ينفعش يركز في حاجات بره التمرين وهو في التمرين، لازم يفرق بين الجد والهزار. اول حاجه لازم يكون في روح رياضيه مع الفريق اللي ضدنا، وقبل اي ماتش لازم احفز زملائي عشان نكون داخلين الماتش بحماس ويكون فرصتنا الفوز اكبر. كان ليه فضل كبير عليا كابتن احمد سمير وكابتن تامر حفني وكابتن محمد حافظ وكابتن عبد السلام وكابتن حسام عكاشه، مدربين كتير يعني، وكابتن جمال السيد، كانوا ليهم فضل كبير عليا يعني. كان نفسي طبعا العب مع كابتن حمد ابو تريكه ووليد سليمان وحسام غالي، كان نفسي الحق العب معاهم، لكن للاسف ما مش عارف. الحلم اللي نفسي احققه مع النادي الاهلي ان اجيب بطولات كتير مع النادي الاهلي، واكون انا ضمن التاريخ النادي الاهلي، وان شاء الله اشرف النادي الاهلي لما اكبر ان شاء الله. من اللحظات اللي انا ما انساهاش زي هدف الاسماعيلي، كان هدف مهم جدا وخلاني بصراحه كنت مبسوط جدا لما جبت الجون. وفي مباريات برضو جبت جون، في مباراه في انبي كان جون مهم جدا وخلانا ناخد الدوري. انا في دوره الصيد تقريبا كنت جايب 10 اهداف، وفي اول دوري ليا مع حسام عكاشه لما كنا نلعب خماسي كنت جايب 12 جون، ومع كابتن احمد سمير كنت جايب في مره 13 جون، فالحمد لله دايما بكون هداف الفريق. السنه اللي فاتت الالقاب اللي انا خدتها كانت بطوله الصيد والمهرجان، كان ساعتها مهرجان اخذنا البطوله الحمد لله، ولما رحنا دبي شرفنا الاهلي وكسبنا مباريات والحمد لله يعني. ده اول نصيحه لاي لعيب نفسه يلعب في النادي الاهلي، لازم يجتهد ولازم يركز في التمرين، ولازم يكون عنده موهبه طبعا، ولازم يكون قريب من ربنا عشان ربنا يوفقه. اكيد لاقول لعيلتي اول حاجه، واقول الكباتن اللي مرنوني اكيد بشكرهم، لان هم لولاهم ما كنتش انا دلوقتي بقيت لعيب في النادي الاهلي. انا بوعد جمهور النادي الاهلي ان شاء الله اشرفكم لما اكبر واجيب بطولات مع النادي الاهلي ان شاء الله.